اليوم كتغادي مع واحد الصديق ويبان لنا واحد السيد مسكين مسطي هبيل من الاخر، كيبان مسكين متشرد هبيل مسطي، وبقى كيشوف فيه الصديق ديالي. قلت ليه علاش بقيتي كتشوف هذا السيد هذا مسكين هذا؟ قال لي الشهاده اللي كتشوف فيه راه كان واحد الوقت انسان ناجح وعنده الفلوس وكل شيء حاسدو، اي واحد حاسدو داكشي اللي هو اللي واصل ليه، ولكن في الاخر داكشي اللي طرا ليه راه ما يمكنش. قلت ليه علاش شنو طرا لي؟ قال لي راه توكل من عند صحابه، وقال لي راه كان مزوج بوليداتو ومرتو خلاتو ودلات ليه كلشي ومشى تزوجات بواحد اخر. راه فريمون هادشي اللي عاود ليا على هاد خونا راه ما يمكنش. داكشي علاش انا بغيت نعاود لكم القصه ديال هاد خونا هذا، وبغيت هاد القصه تكون عبره لاي واحد دابا كيتفرج فيا باش ما يطراش داكشي اللي طرا لهاد خونا هذا، لان الثقه الثقه العمياء الثقه العمياء كتادي بعض المرات لشي حوايج راه خايبين بزاف. فداكشي علاش تبعوا معايا القصه من الاول حتى الاخر، وما كرهش ان اي واحد شاف هذه القصه هذه بارطاجيها، لان قد نفع شي واحد اخر كان كيدير الاغلاط اللي دارهم هذا السيد هذا اللي تسطى مسكين. فتبعوا معايا القصه. المهم هذا السيد هذا سميتو كريم، كريم هذا كان واحد الشاب مغربي طموح، خدم مزيان، كان كيقرا مزيان، كان قراي، كان قراي على ما قال لي الاخ، لانه هو قال لي راه هو كان في الجينيراسيون ديال خو الكبير، كان قراي ديال بصح، وكان كيعاون الدراري صحابو، كان كيبريباري معاهم، كان المهم كيوجد معاهم في الامتحانات. يعني السيد كان ظريف، كان انسان ظريف وخالوق وداخل سوق راسو، ما عنده ما بليه، ما عنده ما حتى شي حاجه، عنده غير مع القرايه وباغي يصوفي والدي، بحكم انه ما كانش زعما كانش عندهم شي فلوس عادي كجل الاصل المغربيه، هو بغى يصوفي، بغى يصوفي وبغى يولي انسان مهم. فالسيد قرا، جاب الباك ديالو بواحد لانوط مزيانه، دخل مدرسه مزيانه، كان كيقرا مزيان، كانت عنده واحد الدائره ديال الاصدقاء كبيره، كان كيخرج عادي، كان مهم كان انسان عادي، وكان عنده مجموعه ديال صحابو حاسدينو ما كيحملوش، كانوا عنده واحد صحابو ما كيحملوش ولكن كينافقو. هذوك صحابو ما وصلوش داكشي اللي وصل ليه هذا الاخ، من مورا ما جاب الدبلوم ديالو تافيكتا نيشان مع الدوله وبوست مزيان على ما قال لي الاخ، هي تافيكتا مزيان زعما كان خدام مزيان بواحد الراتب الشهري مزيان ديال بصح. صافي من موراها تقدى الطوموبيل، وصحابو كان كيعاونهم، هاد صحابو هادو كان كيدير معاهم ليمبوسيبل باش انهم تاهما يخدموا داكشي، ولكن هاد صحابو كانوا متبعين طريق ديال البليه، كانوا ناس متبعين طريق ديال البليه، ما باغينش يشدوا الطريق، ما باغينش انهم ينجحوا في حياتهم، ناس فاشلين ان صح التعبير، ولكن هما ما حاملينش هاد صاحبهم كريم، عيش هما صحابهم هاد صحابو قال لك خصو يكون بحالنا حتى هو فاشل، ما خصناش يكون هو يتفوتنا ديك كريم، ما دخلش يوم كريم علاش فاتنا، انا ما كيعاود لي الاخ. ف داز الوقت بحال هكا، السيد دار الدويره ديالو شراها، والاخرين دار الحقد والغل كتشعل لهم في القلوب ديالهم، ما حد هو كيدير كل انجاز وداك نار الحقد فيهم كيتشعل. فواحد النهار كانوا قرروا انهم يديروا لهاد السيد شي حاجه، ف ديما كيجروه كيقول لي اجي جي ريح معنا جي اشرب، هو كيقول لهم داكشي انا ما عنديش معاه، علما انه ديما كان كيتنصح من طرف الوالده ديالو داكشي انه يتفرق على دوك الناس، هو كيقول لهم لا حق انا ما غاديش نبدل الجلد ديالي وما غنمشي نعيق على صحابي انا توصلت ونقلب عليهم. شوف الاخوان حسن النيه اللي كانت عند الاخ هذا، يعني هو كان كيتنصح كيقول لهم زعما شوف النيفو ديال صحابك وانت شوف فين وصلتي، والاب ديالو ديما كيقول ليه راه صحابك هادو راه ما خدامينش ليك، راني ما مرتاحش ليهم، سير قلب عليهم، ما تبقاش وقف معاهم، ربي سهل عليك، انت خدمتي على راسك وسير. فمن موراها الاخوان هاد السيده هذا غادي يتعرف، هاد كريم غادي يتعرف على واحد السيده، السيده غادي تزوج بها، غيتعرف عليها في الخدمه. المهم القصه ديال السيده ما دخلش معايا في حياتي الصراحه خونا، المهم غادي يتزوج بها والعيبات، من موراها غادي يجيبوا وليدات معاها، ودوك خوتنا غادي نهار الحقد داكشي كطلع اكثر. فديما كيبغيو يجروا، ديما كيبغي يديروا لي شي مكيده، هو ربي كيعاتقو، ديما الله كيعاتقو، ديما 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 الله كيعاتقو. فواحد النهار على ما كيعاود هو واحد من دوك الصحاب كيعرف داكشي ديال الشوافات وداكشي ديال السحر وداكشي، فهو كان كيعاود لمو ولا ما جا قالت ليه راه الاخوان حنا ما بغيناش ناخذ التقليد، ولكن على حسب الهضره ديال الاخ نكونوا واقعيين، الام ديال هاد الدري من الدري صاحبه بحال اللي بروبوزات عليه، ما حملاش ان ولدها يكون فاشل، بغات داك الدري حتى هو فهمتي
يفشل بحالهم. فواش قالت ليه هو ولدها اش قال لها؟ قال لها راه ودي انا راه كريم راه هادي راه مشى وش هو فين وصل وانا فين كاين. هي تقول لي شوف راه كنعرف واحد خونا، سيروا صوبوا لي شي بلان وديروا لي في الماكله ياكل، راه ما غتبقاوش تشوفوا كريم كيف ما كتشوفوه دابا. فهو بقى صاحبه بقى كطول ليا الفكره في راسه، مره كيجي تاني ضمير كيقول لا راه ما بلاش ما نديروش ليه، مره يعني بقى في داك الصراع النفسي. ولكن هو ما حدو كيشوفو جاي عندهم بالطوموبيل وطوموبيلته زوينه ولابس زوين، والسيد موظف في الدوله، والسيد كيلوح تصاورات وعنده وليدات وهما باقيين في بلاصتهم. يعني هما في الثلاثينات، في منتصف ديال الثلاثينات ما دايرين والو، صاحبهم واصل مواصل. هذاك هذيك الفكره كتجي كتموتيفا عنده اكثر. فقال لصحابو، صحابو في الاول رفضوا قالوا ليه ماشي ديك الدرجه، لا راه حشومه راه هادي. قال لك علاش هو ديما يبقى يتفرقع علينا؟ شوف الشيطان كيفاش بدا كيدخلهم. صور ليهم بلي هو كيجي عا كيتصور عليهم وكيجي كيدير مريح معاهم باش يقول لهم شوفوا انا فين وصلت وانتم فين وصلتوا. فاش داروا لي جا واحد قال صافي غنديروا لي هذا البلان هذا. فشنو البلان غادي يطرا؟ غادي يجيبوا واحد طبسي ديال الماكله، واحد فيهم غادي يدير زعما راه عراضه، غادي يعيط لصحابو كاملين وما راه فاهمين القالب. وهما فين غادي يحطوا لي داك التوكال؟ يحطوا لي في الجبانيه ديالو هو. دابا نتوما عارفين دابا في العشاوه وداك الشيء كيكون الصوبه ولا الحسوه ولا شي بلاصه، هما داروا لي داك الشيء في الصوبه ديالو. هو فاش كان جاي باش يحطوا داك الشيء حطوا لي العيبات ديالو في الصوبه ديالو، شرب الصوبه ديالو ومن موراه كلاو ديك الماكله. من موراها هاد كريم هذا بداو كيبانوا فيه اعراض ماشي هما هادوك، كيدخل يخرج في الهضره ولا هبيل ولا كيجي كيريح معاهم كيبدا يكمي معاهم الحشيش. السيد ما كانش باغي كاع يدير داك الشيء، وهما فرحانين، هما فرحانين لان السيد هاد الدري اللي قلت لكم اللي عاود ديال القصه راه الاخ ديالو كيعرفو، يعني مصدر قريب اللي عارف القصه، يعني هذا الشيء اللي كنعاود لكم راه بصح. يعني هو من واحد كان كيكره يدير هاد المسائل هادو لواحد ولا عنده عاده انه ولا كيبغي يدير هاد الشيء ولا كيعشق يدير هاد الشيء. فبدا بالحشيش، بدا بالكارو، شوية ولا كيشرب الشراب، شوية ولا فهمتي. سيدو كيبانو فيه أعراض ديال أنه كيدخل ويخرج في الهضرة، كيدخل ويخرج في الهضرة معاهم. ولا السيد بدا كيتسطى، كيرجع لدارهم ولا كيضارب مع مرتو بزاف، كيضارب مع مرتو العيبات فهمتي. ديما مرتو مصيفطها لدارهم من مورا ديك الواقعة ديال الحسو. هو كان كيقول ليهم، كان كيمشي عند أمو كيقول لها ودا الوالدة راه من نهار مشي داك هو راه فهمها رفطن بيها، قال لها الوليد راه من نهار مشيت عند دوك الدراري وشربت راه حسيت من داك النهار انا ماشي وهذاك، انا انورمال. كتقول لي مو بحكم ان مو كانت قاريه وداك الشيء، والناس القاريين ما كيكونش عندهم بحال قلتي ما كيامنوش بهذا الشيء بزاف ديال التوكال والاعمال ديال السحر. قالت لها ودي ولدي راه غيكون غير ستريس ديال الخدمه والعيبات، سير شي طبيب نفساني. كيقول الوليد راه ماشي قاضي طبيب نفساني، انا راه كنحلم شي احلام ماشي هما هذوك، كنحس بالنفسيه ديالي مرفوعه، وليت كاره السلا، وانا كنت كنصلي ما بقيتش كنصلي للوالده، وليت كنبغي نمشي ندير شي حوايج خايبين، انا شي حاجه كتجرني باش ندير حوايج خايبين. هو كيشكي على امو، امو كتقول لي سير طبيب نفساني، وهذه رساله من تشوفي ولدك ولا هذاك بدا كيدير شي حوايج انورمال، راه عارف راه ماشي غير الطب النفسي اللي كاين، راه هادشي حتى هو كاين. الانسان اللي كيامن بالدين ديالو الاسلام وداك الشيء راه السحر مذكور في الدين ديالنا وفي جميع الاديان السماويه راه كاين السحر. فالام ديالو ما توقعتش ليه بطبيعه الحال، مشى هو غادي والحال ديالو كتدهور، الخدمه ما بقاش كيفاق ليها، المراه ديالو كتعيق وشي حوايج، المراه ديالو كتعيا كتنفر، ولا كيدير ما دخلش معايا الحيتيه ديال المراه ديالو بطبيعه الحال. مهم من بعد المراه ديالو غترفع القضيه الطلاق ويطلق وغتاخذ ليه شي حوايج ديالو. مهم السيد ولا مجرتل، حتى بحياته ولا مجرتل، حتى لواحد الوقيته ان الخدمه صافي مابقاش كيمشي لها بحال يدخل للتسطيه. منين دخل للتسطيه، منين شاف مرتو مشات عليه، منين شاف هذوك ودوك صحابو اللي كانوا كيعطيوه ولا كيعيط ليهم ولاو كيهربوا منه، هاد صحابو هادو ولاو كيضحكوا عليه وداك الشيء. وفي الاخير منين والدي فطنوا لهاد القضيه هادي، منين بغاو يداويوه وصلوا لواحد المنحة ديال انه صافي راه خسر كلشي. نقدو نقولوا انه راه يقد يكون باقي الوقت. انا قلتها لا، قال لي اخويا كلشي قلب عليه، ولا الدري تشوف حالته اقسم بالله الا كدار في الخاطر من يعاود لي هادشي، من يعاود لي كي كان فريمون ضريت. وقلت ان بزاف ديال الحالات بحال هاد الاخ راه كاينين بزاف ديال الدراري كيمشيو ضحيه حسد وضحيه حقد
وضحيت بزاف الحوايج من الصحاب. الصحاب ما تيقولش فيهم، ماشي صحاب يبانوا لك ديما ملائكه، راه كاين اللي حسد، راه الشيطان هذاك. ورا سيدنا يوسف خوتو راه ذاحوا في البير، هذوك راه خوتو من دمو لحمو. علاش حسدوا ديك المعامل اللي كان كيعامل الاب ديالو لولده؟ يعني هادشي راه خوتو، هادوك راه من لحمو ودمو. محسك بنادم اخر، راه بنادم اخر يقد يحسدك، بنادم اخر يقد تشدك الغيره، ما تبقاش تعطيك الثقه الكامله. راه انت اللي كان قلبك زوين وقلبك بيض، راه كاين بنادم اللي قلبه كحل ما غيبغيش لك الخير نهائي، يقول هذا علاش فاتني، هذا علاش هو احسن مني، انا ما خصوش يفوتني. فالحاله ديالو تدهورات، بغاو يعاونوه والديه في الاخر وداكشي، ولكن فات الفوت، فات الفوت، ما يمكنش انه السيد صافي تعتق ولا شي حاجه. ف باهمو ما عرفش، انا حيت دوك لي ديتاي الاخرين ما عرفش في الاخر شنو طرا، ولكن ولا راه عايش في الزناق، ولا عايش وكيهضر مع راسو مسكين، وكيدخل هذاك واش البوينت ديال الكارو كيشعل فيهم، وهذاك كيهضر كيهضر بالزربه. انا شفت السيد، فهمتي السيد ولا واحد الحاله يرثى لها هذه بصح. ومن حاول لي قلت والله تنعاود القصه باش انه انا ماشي انا نمشي ننصح خوتي اللي كيتفرجوا فيا، ولا البنات ولا الدراري، راه سوا بنات سوا الدراري، ما ديروش الثقه، ما تاكلوا عند حتى شي واحد، ما تاكلوا عند حتى شي واحد. الا حسيتي بانك ماشي واد، وديما اسمع هضره والديك، هو كانوا والديك الاب يقول يقلب عليه وداكشي ما كانش يقلب عليه، ديما سيروا مع هضره والديكم، راه الوالدين كيحسوا، راه عندهم احساس، حيت هما راه والدينك. راه هادشي راه كاين في المجتمع ديالنا، كاين الغيره، كاين الحسد. راه بعض المرات كتلقى مثلا شي امراه ولدها فاشل ما دار والو، ولا غير في العائله كتلقى شي وحده في العائله ولدها ما دار والو، وشايفه ولد واحد اخر من عائلتها دار شي حاجه، كدير ليه السحور باش ولدها يولي ولد هذيك الفلانه يولي لها علاقه، وولدها يبقى هو الواعر، ولا ما عمره غادي يكون واعر، لان ولدها اصلا فاشل، ولان هي اصلا قلبها كحل، عمرها غادي توصل واخا دير داكشي، لان اللي كيدير هاد الاعمال هادو راه عمرو غيطفرها بحياته. راه الا كان دابا راه هادشي بنادم ما كيفكرش الاخره، راه كيفكر في الدنيا، راه الا درتي انت هاد الحوايج دابا هذاك راه ملي راه غاتموت واحد النهار، ولكن غاتحاسب مع ضلوعك مع الله. راه هادشي اللي بنادم ما عارفش، انت كنتي كتادي واحد ما دار لك والو، كتادي واحد ما دار لك حتى شي حاجه خايبه، علاش؟ حيت هو زوين، علاش؟ حيت هو فات، حيت خدم على راسو فاتك، عوض ما تفرح ليه، انت حاقد عليه وحاسدو وباغي طيحو بالاعمال السحريه. فالاخوان هادشي اللي كاين، انا درت لكم هاد القصه هادي باش ننصح الدراري، ديروا خذوا الحذر ديالكم، وما ديروش الثقه دغيا. تهلاو.